مع الثوار اليوم على السيطرة على عدة أبنية جديدة مقابلة لنهر تورا، ومن ضمنها شركة الكهرباء والمعامل على أطراف هذا النهر. أيضا العملية مستمرة حتى الساعة، معامل الأكسجين تم تحريرها، وتم تحرير أكثر من 100 معتقل من النساء والأطفال كانوا موجودين في أقبية أحد هذه المعامل. تشهد الجبهة الآن قصفا عنيفا لكسر شوكة النظام، النظام يسعى لكسر شوكة الجيش الحر ومنع تقدمهم في هذه المعارك. تشهد جبهة تحية القابون الدمشقي أيضا تقدما نوعيا، تم تحرير عدد من النقاط في المنطقة الصناعية. النظام يرسل تعزيزات عسكرية لمحيط حي القابون، أكثر من 5 دبابات تقوم بدك الأبنية السكنية في القابون بقذائف الدبابات، سيارات أزيل وناقلات الجند حاضرة في ذلك المكان. الاشتباكات عنيفة ومتقطعة تارة، وتشهد يعني توترا وتصعيدا تارة أخرى. الطيران يشن إحدى غاراته في تلك النقطة المشتعلة حي جوبر الدمشقي، يعني اليوم مشتعل أيضا يعني من جهة الاشتباكات والقصف. إحدى طيارات الميج اليوم شنت إحدى غاراتها على هذا الحي. تم استهداف شبيحة النظام أيضا اليوم وتجمعاتهم داخل مشفى تشرين العسكري بقذائف الهاون محلية الصنع. يعتبر هذا المشفى نقطة لقصف أحياء برزة والقابون على مدار الساعة. النظام اليوم أيضا يغلق عدة طرق الواصلة إلى ساحة العباسيين وسط العاصمة. هناك انتشار أمني وتوتر في العاصمة دمشق أمنيا. عقربة في الريف الشرقي تشهد أيضا اشتباكات عنيفة لمحاولة الدخول للحي. قوات النظام تستعين بعناصر من حزب الله في تلك الجبهة. النظام أيضا يدعي اليوم أنه سيطر على مخيم اليرموك. تم نفي هذا الخبر وبث فيديوهات من داخل ساحة مخيم اليرموك، الأمر الذي أدى إلى أن النظام بدأ بتصعيد عمليته بقصف هذا الحي قصفا ممنهجا، نعم. أدى إلى سقوط عشرات الجرحى من المدنيين المحاصرين. هناك شهيدين على الأقل حتى هذه اللحظة جراء هذا القصف. شكرا جزيلا تميم الشامي المتحدث باسم شبكة شام، حدثنا